اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، واهلا بيكم في فيديو جديد وشقه قمرايه جدا جدا جديده. حطوا لايكات كتير للفيديو القمر ده، واللي اول مره شفنا في القناه يا ريت تشترك معانا تستفيدي بقى. لو عروسه بتجهزي او ست بيت بتجدلي بيتك، من كل فكره بنعرضها. بصوا بسم الله ما شاء الله، دعوه حلوه من قلوبنا لاصحاب البيت، ربنا يسعدهم يهنيها. شقه النهارده جسر السويس القاهره. بصوا السفره تحفه تحفه، الوانها تفاصيلها، الكراسي السفره مختلفه. الشقه دي باذن الله 137 متر صافي، تشطيب الشركه الهندسيه الراقيه ارت ديزاين. دايما نقول شابوه لارت ديزاين. بصوا هنا ده الريسبشن، في سفره وفي انتري وفي ركنه مودر. بصوا بقى الجمال، المطبخ مفتوح على الريسبشن. هنا جمال السفره، شكلها مربع اكتر منها مستطيله، تمساح اكتر للكراسي. هنا ده انتري مودرن البيبلو مع الجري، حلوين قوي اللونين، من اللونين اللي بحبهم فعلا. السجاد الارجل بتاعه الكراسي ستانلس، كذلك الترابيزه فيها ستانلس. دايما دخول معدن في اي قطعه اساس بيدي للقطعه قيمه وشكل مختلف. الاكسسوارز برضو باللون السيلبر، زي الوان الجولد اسفل، لون الجولد زي الوان الرجلين والترابيزه بتاع الانتري. هنا بصوا بقى جمال السفره، عجباني قوي السفره وفكره الكراسي. المطبخ هنا مفتوح على ريسبشن، وتفاصيل المطبخ والتقفيل بتاعه الجبسون بورد. المكتبه بتاع الانتري هنا عاملين ركنه مودرن، وفي ركنه تانية في ليفنج برضو معموله بالجبسون بورد. بصوا بقى الجمال، استمتعوا معايا بالقمر ده. ده شكل الريسبشن. ندخل هنا بقى، بصوا هنا البلكونة، وفيها برضو ركنة سيمبل قوي، يعني واضح ان اصحاب الشقة بيحبوا قوي القعدات، تكون القعدة بشكل شيك، عاملين اكتر من مكان القعد. وهنا ده الانتري الركنة. بصوا البي بلو مع الابيض تحفة، كوشن ده ابيض داخل، برضو في الكنبة نفسها ابيض. الترابيزة حلوة جدا، داخل فيها الستانلس باللون الجولد. بساطة شياكة رقة، تفاصيل مختلفة فعلا بتبهرك. ان دايما حتى ارتزان كل شقة بيعملها تحسي ان فيها روح حلوة جدا، وفكرتها غير فكرة اي شقة. ده الريسبشن كله يا بنات، ده الشكل النهائي للريسبشن. هنا بقى في اتنين حمام، ده الحمام الاول صغنن كده، حاطين فيه تابلوهات انتيك، ف تحسي ان الحمام مختلف في تفاصيله رغم ان مساحته صغننه، شايفين حتى الحوض صغنن. ندخل هنا بقى على الطرقه اللي بتودي لاوض النوم. مساحه الشقه 137 متر صافي. الشقه دي يا بنات بعد 13 سنه جواز، بداوا شغل فيها 2018، وقفوا شويه وبعدين بداوا كملوها. بصوا الحوض تحفه، ده الحمام الثاني تحفة الحوض. فكرة ان انا اعمل حوض مختلف مش مجرد تقفيلة بس، ده برضو فكرة حلوة جدا من اصحاب الشركة. الشركة طبعا مع الاتفاق مع العميل بتاخد الشقة منكم يا بنات. دي اوضة النوم للاطفال، شوفوا جمال الاوضة، مساحتها مش كبيرة خالص، لكن شوفوا قد ايه انت حاسة ان الاوضة مريحة، ما فيش فيها عفش وتفاصيل كتير. ارفف سيمبل جدا، الارفف دي حلوة قوي يا بنات، مش مكلفة. اعملوها دايما في اوضة النوم، في اوضة الاطفال، في الليفينج، في الريسبشن، حلوة جدا، وتحط فيها اي قطع ديكور وبشكل مش مكلف، لكنها في الاخر بتدي لمسة ديكورية حلوة قوي. ارت ديزاين، لو اول مرة حد يشوف شغل الارت ديزاين بياخد الشقة منك على الطوب الاحمر بدهانات الوان، عفش، ستاير، نجف، كهرباء، كل ده هو بيعمله بالاتفاق طبعا مع العميل. في عميل بيسيب للشركة تتصرف هي بفكرها الخاص، وفي عميل بيدي حاجات معينة عاوزها في الشغل بتاعه. بصوا بقى هنا كمان، في هنا بصوا ده الباب ده ازاز كده تمام عشان المساحة، وهنا معمول ليفنج تلفزيون وركنة مساحتها كويسة. بصوا بقى تشطيب الركنة ودخول المعدن السلس جوه الركنة تحفة، حلوة قوي قوي. كوشنز فارو مع اسود، طبعا الاساسي هنا لون الجراي، ده رغم درجات الجراي غير الجراي اللي كان في الانتري. بصوا بقى الجمال، اللهم بارك.
ربنا يسعد اصحاب البيت وكل العرسان والعرايس وكل الناس، اللهم امين، نرزقهم بالسكن والموده وراحه البال والسعاده. اسفه بقى صوت الخبط اللي جنبي. ونبدا هنا نروح الاوضه الكبيره. بص الاوضه الكبيره فيه عاملين كورنر معمول فيه هنا دريسنج، سامبل قوي الدريسنج، بدل ما اعمل دولاب كبير في كورنر صغنن. بس شوف تشطيب الدريسنج ببراند الازاز يعني في ناس بيحبوا الدريسنج، بس فكره ان يبقى الباب مفتوح او يبقى الدولاب من غير باب بتزعجهم. في ناس بيحبوا دايما الدولاب مرتب. فبصوا بقى الجمال، بصوا بقى اوضه النوم دي تحفه تحفه تحفه. الوانها رغم انا مش من عشاق الالوان الغامقه، لكن الوان الاوضه تحفه. العفش، وجود زرع في اي عفش او في اي تشطيب حلو جدا، سواء كان طبيعي او صناعي. شوف بقى التسريحه اللي استلس مع التنجيد هنا، الحيطه كلها متنجده شرايح طوليه، وبعدين ظهر السرير نفسه استلس تحفه، رغم ان السرير اسود والجولد مخليه تحفه مع مع الملايات بقى، مع الاضاءه حلوه قوي، والدريسنج اللي في الكورنر ده تحفه تحفه بجد. فمفضلين هنا يكون في جزء في انتري اكتر ما يبقى في جزء كبير في الاوضه فاضي او في دولاب. والفكره بتاعتهم حلوه جدا بجد، ابداع في اوضه النوم دي حلوه قوي. شابو ارت ديزاين، دايما هقول ان ارت ديزاين بيبدع، بيدينا افكار حلوه جدا، بيدينا شكل نهائي للتشطيب حلو قوي. سيب لكم لينك صفحه الفيسبوك في اول تعليق مثبت، واتمنى منكم لايكات كتير ترفع لنا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. وبشكر كل الناس الجميله اللي بتعلق تعليقات حلوه، ومستنيه تعليقاتكم، كلامكم الاجمل ولايكاتكم الاحلى. وبصوا بقى يا بنات، عاوزه اخد رايكم في حاجه، ان احنا الفتره اللي فاتت ما عرضناش شغل تركي خالص او شغل غربي، ده جزء كده من شقه تركي. لو حابين الفتره الجايه اعرض لكم شغل تركي او حيل ترتيب لشقق تركيه او عربيه بصفه عامه وغربيه، اكتبوا لي في الكومنتات. ده جزء من شقه ان شاء الله هعرضها لكم، لو اكتبوا لي وهعرض لكم شقه حلوه جدا. وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد وشقه جديده، ورب يكون الفيديو استمتعتوا فيه واستفدتوا منه ولو بفكره. ونسيبكم في رعايه الله، ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومشاهده ممتعه باذن الله.